أكد معتمد حي الخضرة محمد أمين بردعة أنه تم البارح 4/7 ديسمبر اكتشاف قبر الفنانة التونسية حبيبة مسيكا والفنان الشيخ العفريت مقبرة اليهود بالعاصمة. هذا وتعهد ولي تونس بإعادة القبرين، وذلك لأن الفنانين المذكورين يمثلوا جزء هام من التاريخ الثقافي والفني لتونس، كما تم تهيئة المقبرة استعدادا لاحتفالات الجالية اليهودية اللي تقام في تونس كل عام من 15 ل 19 ديسمبر. تم اكتشاف القبر نتاع الشيخ العفريت وحبيبة مسيكا اللي مدفونين لهنا، مدفونين هنا. بون هما الحاله نتاعهم حاده ما هياش في حاله جيده، ماهوش في حاله جيده. جات التعليمات نتاع السيد ولي تونس، كما كانت التعليمات انه السيد ولي تونس والحراس الحكومه انه مش نفرج المقبره لهنا، انه مش تاخذ البعد نتاعها ان هي كمقبره كيما 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 مقابر بقيه المقابر في تونس الكل. ومش تعهدت ولايه تونس باعاده تهيئه القبر نتاع حبيبه مسيكا والشيخ العفريت.